ديت الغرف بتاعت الفندق، المكان كله عطر تيولي، حاجة ما تتوصفش من الروعة. زي ما انتم شايفين كده، ده الريسبشن. اوكي، فندق توليب العالمين. احنا جايين هنا نقضي كام يوم كده يعني استجمام. هنا في غرفة سرير واحد، دي اوفيس صغير كده، تمام. وهنا في غرفة تانية فيها سريرين، هنا في دش كابينة، ديت الغرفة التانية اللي بقى 2 سرير. ده فندق توليب العالمين، ده السويت بتاعنا ريسبشن. مع الريسبشن شوفوا بقى الفيو برا، احنا مشينا مشوار طويل عشان نوصل للبحر، ودينا طالعين اهو تقربنا للبحر. نشوف بقى المنظر عامل ازاي، بس الهوا حلو قوي قوي، بيقول ان خلاص ان احنا فعلا على البحر. الله علو، الله